أزول أكيوم الأستاذ كمال بركاني زي الكلية المتعددة التخصصات النظر جامعة محمد الأول. نهارا أزوغ يعني كنو هن أغ خسنة الأمازيغية يوسف قاسا باش دوميني غنش باحث دي العلوم تفجحت تغي دي كندا غريضين 12 عام دي العلوم الزراعية. غانا المشكل ومان غانا المشكل يتسمى الاحتباس الحراري. غانا ابحاث زراعيه نتحاول ما امكن باش ندعم نشيني في جاح الناس الابحاث هك الطلبه النغ الجامعه عندنا وين نقاري اثموات النغ نقاري تقاومه الجفاف الزرع في تقاوم الجفاف نشاني في جاح النغ اثموات النغ نشاني مش غاكين يعني رغم الصعوبات الفلاحيه باستعمال يتسمى نستعمل الوسائل التكنولوجيه الحديثه الجديد باش يتسمى ندعم ثموات النغ باش توران ثموات شارنا الريف شارن يتسمى ثموات النغ غاسجن الدوري مغاي فتجحت على حسب تصن الزراعة في غانغ الجوز غانغ الزيتون ديال المناطق الجبلية يعني غانغ جن الثروة طبيعية نشي نقارس الصباح. إوا تمني نهارا بحلول السنة الأمازيغية الجديدة كباحث يتهتمنا التص الزراعة هذه العلوم الزراعية هذه المنطقة الريف إن شاء الله يجو سقواس أدياس سقواسا يتغي وثر شوية منزا مليح يوذني تقن ربا يتقن نتعقب غاث في الجحة تقذين تنشيني نقا تمنى زي السنة هذه وث منزا تبدل شوية الوقت يعني السنة وثي يعذون توقس حنت شوية في الجحة النغذي ثموها النغ هذه ريجن وسقواسي ذا سبحان يعني غنغير جن الانتاج يصبح تمني الجامعه النغ الكليه النغ الطلبه نتمواط النغ يعني تساهمن سجن الدور فعال ذي التنميه يتمنى تفجح المنطقه ناريف. كاب راديو.